هل شارب الخمر اذا تاب قبل موته هل يشربها في الدار الاخره اذا كان من اهل الجنه؟ اذا مات اذا تاب الانسان زال حكم الذنب فان استيم الذنب كمن لا ذنب له. اما من مات يشربها فقد توعده الله بانه لا يشربها في الاخره ولو دخل الجنه وهو وعد شديد. لكن من تاب تاب الله عليه، من تاب منها ومات على التوبه كفاه الله شرها وصار حكمه حكم من لا يشربها ابدا.